جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن وضع أمانة بمبلغ ما لأداء العمرة، فإذا حضرت في الزمن المحدد ترد إليك تلك الأمانة، وإذا تخلف لا ترد. ما حكم مثل هذا التعامل؟ ما فهمت السؤال. يسأل عن وضع أمانة بمبلغ معين لأداء العمرة، فإذا حضرت في الزمن المحدد ترد، وإذا تخلف لا ترد إليك تلك الأمانة. الأمانة يجب أداؤها. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال سبحانه وتعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الأمانة وهي الوديعة، يعني الوديعة نوع من الأمانات، فيجب ردها إلى من ائتمن. قال الله تعالى: فليؤدي الذي ائتمن أمانته. وقال صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانه، ولو شرط عدم أدائها في وقت محدد. لو قال: إن جئت في كذا رديت عليك أمانتك، وإذا تأخرت لا أردها عليك، فهذا شرط باطل مخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. نعم.